ثاني الحكم اليمني أحمد قائد الذي ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا بك كابتن أحمد. حياك الله بكم يا أستاذ العزيز والمشاهدين الكرام. حياك الله كابتن أحمد. طبعا الكابتن أحمد أنت الحكم الدولي اليمني الذي ربما يعني ضاع صيته داخل الوطن وخارج اليمن. في البداية حدثنا عن بداياتك في عالم التحكيم. بالبداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة. بداية التحكيم كنت لاعب كرة قدم في نادي شعب صنعاء حتى وصلت لمرحلة عمر 19 سنة، فكان لي اتجاه كبير ان انا اتجه الى التحكيم. احس كنت امارس التحكيم في شكل عفوي او بشكل بدائي، انزل احكم مباريات بين الناشئين بين الشباب. كثير من المتابعين كانوا يقولوا لي اذهب الى التحكيم لانه نجدك انك سوف تاخذ مكانه افضل واحسن من مجال اللعب في كرة القدم. هل واجهت صعوبات في بدايتك كابتن أحمد في مجال التحكيم؟ واجهتك بعض الصعوبات؟ لا والله، في الحقيقة كان في الثمانينات كان هناك اهتمام في مجال التحكيم في الدورات أيضا. لم أجد صعوبة، إنما كان طبعا التحكيم مجال واسع يحتاج إلى اجتهاد وتدريب أيضا في شكل مكثف. طيب أنت يعني أدرت مباريات عديدة قمت بالتحكيم فيها، ربما هناك مباراة قمت بتحكيمها كانت تمثل لك صعوبة أو ربما تعبت منها، ما هي هذه المباراة؟ في الحقيقة هذه المباراة كانت في مباراة في صنعاء، في مباراة وحدة صنعاء، وهذه التعز كانت من أول مباراة في الدرجة الثانية، كانت وبداية انطلاقتي كانت من هذه المباراة. حيث أن جميع الحكام الدوليين والدرجة الأولى اعتذروا عن إدارة هذه المباراة لحساسيتها وأهميتها، وأنا كنت حكم الدرجة الثالثة لسه في بداية التحكيم. فبلغوني الاتحاد أن أنا هل ممكن أدير هذه المباراة. طبعا اقترحت ان حكم صغير وفي بدايه مشواري انا ادير مباراه مثل هذه القمه بين وحده صنعاء واهلي تعز. نعم. فعلا كانت لي من اصعب المباريات وكانت فاتحه الخير لي، حيث الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى واشتهر احمد قائد بعد هذه المباراه. ما شاء الله. طيب الجميع يستذكر اللقطه الشهيره كابتن احمد التي ذهبت فيها لمشاهده التلفزيون، وكان نقل مباشر على الهواء لأحد الأهداف التي ربما كان هناك فيه لغط. حدثنا عن هذه اللحظة وكيف تبادر لذهنك أن تذهب إلى مشاهدتها في التلفزيون، وبعدها طبعا يعتبر الكابتن أحمد أول من ذهب إلى تقنية الفار. في الحقيقة كان هناك فاول لصالح نادي الصقر في مباراة نادي التلال الصقر في عدن في 2006. اللعبة التعبت مباشرة للمرمى، دخلت من جانب الشبكة على يد من الجانب الأيمن على حارس المرمى. أنا شفت الكرة إنها في المرمى، الحكم المساعد انطلق إن الهدف صحيح، الحارس المرمى قام بإخراج الكرة من وسط المرمى، هنا تأكد لي أن الكرة فعلا سليمة لا يوجد فيها أي شيء والهدف صحيح. هناك حصل بعضها اعتراض من لاعبي نادي التلال أن الكرة مرت من جانب القائم، كيف أنت لاعب داخل الملعب تقول أن الكرة هذه غير سليمة وظهرك كان للمرمى. كان هناك أيضا احتجاج من لاعبي الاحتياط من نادي التلال أن الهدف فعلا كان الكرة من خارج المرمى. هنا حصل توقف المباراة وشد ولغط فيها. لما استأنف المباراة تمهلت، انتظرت، أشرت إلى المساعد هل الهدف صحيح؟ قال الهدف صحيح، الكرة داخل الشبكة والحارس المرمى خرج الكرة من الشبكة. ذهبت وتفقدت شبكة المرمى وجدته سليم. الشبكة المرمى سليم، ولا في أي قطع ولا في أي شيء. الشيء الذي كان في نفسي أن حارس المرمى هو قام بإخراج الكرة من وسط المرمى. هنا أنا تأكدت أنه لا يوجد أي شك عندي الآن، لا يوجد أي شك أن الهدف سليم. ترسخت لديك أنه هدف. رد الفعل. هدف فعلا، رد الفعل من جمال احتياط النادي التلال والتوقف المباراة وهذا كل شيء.
في هذه اللحظات يعني كانت المباراة مهمة وحساسة طبعا بالنادي التلال ونادي الصقر، وكانت جماهيرية وهذا كل شيء. انتظرت بعض اللحظات ماذا أعمل، ماذا أسوي، كيف أخرج نفسي من هذا المأزق حتى نستكمل المباراة. يعني نعم. إصرار نادي التلال، لاعبي نادي التلال والجهاز الفني والإدارة أن الكرة فعلا مرت من جانب الشبك، إصرار أن الكرة سليمة والهدف سليم مع الحكم المساعد. في هذه اللحظات تبار إلى ذهني أن أنا أذهب إلى عربة التلفزيون وأشاهد اللقطة هل أن الهدف سليم أو غير سليم. كانت عربة التلفزيون خارج الملعب في مسافة بعيدة شوية، لهذا لم أستطع أن أخرج إلى خارج الملعب لأنه خروج الحكم من خارج الملعب يسبب له مشكلة كبيرة. أبلغت قربت عند خط التماس، أبلغت الحكم الرابع أن يذهب إلى غرفة التلفزيون ويتأكد أن هذا الهدف هذا سليم أو غير سليم ويعيد لي يبلغني. فراح الحكم الرابع إلى غرفة التلفزيون وعاد إلي وأبلغني أن الكرة فعلا مرت من جانب القائم الأيمن، وهنا استأنت الكرة اللعب في ركلة مرمى نادي التلال وسالت الأمور طبيعية والحمد لله. ماذا كانت يعني ردات الفعل بعد خروجك من الملعب سواء من الاتحاد أو ردود الفعل الأخرى؟ والله شوف يا أستاذ العزيز، في ثاني يوم طبعا نحن بعد نهاية المباراة نقدم تقريرنا للاتحاد لجنة الحكام وهذا هو الأمور الفنية والإدارية أو الوضعية المباراة. شرحت الموضوع بالكامل للاتحاد لجنة الحكام والهذا، وكان هذا في هذه الفترة ممنوع أي حكم أن يعود إلى التلفزيون لمشاهدة اللقطات أو يعني من هذا القبيل. نعم. لكن كانت فكرة أن احنا نخرج من مأزق واستمرارية المباراة وإعطاء الحق حقه، يعني الفريق الذي له حق أن هذا الهدف سليم أو غير سليم حقه. تمام. فالاتحاد تقبل الموضوع هذا رغم أن حساسية الموضوع أن نادي التلال الهدف في المباراة هو غير متضرر، كان المتضرر نادي الصقر هو اللي سجل الهدف. وكان حصلت العكس أن نادي التلال فاز على نادي الصقر، وأنا اللي كنت حسبت الهدف هذا كنت أنا اللي بتحمل المسؤولية. طيب لأن كابتن، الأمور هنا بتنعكس 180 درجة طبعا. نعم. طيب هل كنت تتوقع لوهلة أنه هذه الطريقة التي اتخذتها وقررتها ستكون بعد يعني 10 سنوات أو أكثر طريقة عالمية للعودة لاحتساب الأهداف من عدمها؟ صراحة لا يا أستاذي، طبعا يعني شيء كبير نحن يعني في هذه الفترة يعني أنت تتوقع شيء بعد 10-15 سنة وأنت حكم يعني لا زال شباب في رعاية، يعني في ريعان شبابه، وهذا شيء أنه يحصل تغيرات كبيرة في كرة القدم. نعم. هذا يحسب لك كابتن أحمد، يعني ما شاء الله تبارك الله. نتمنى أنه حصلت لاحقا على تكريم أو ما شابه سواء من داخل اليمن أو خارجه. والله في الحقيقة يا أستاذ العزيز بعد تصفية في نهاية كأس العالم حصل لي تكريم شرفي بنادي شعب صنعاء، هم اللي قاموا أول شيء في هذه المباراة وأنا أشكرهم شكر جزيل على ما قاموا فيه. ثاني شيء كان لنا طبعا دورة تحكيمية لحكام عدد 20 حكم في مدينة الرياض في 2019 في شهر سبتمبر. نعم. وكان لنا الشرف أيضا أن يتواجد رئيس الاتحاد في الرياض، وقام ايضا بالشكر الجزيل بتكريمي لتقنيه الفار بتكريمي تكريم لائق جدا، وانا احب ان اشكره على ما قدمه لي من هذا التكريم اللائق الذي اعاد لنفسي الثقه وايضا اعاد للحكام ان لكل مجتهد نصيب. حتى لو تاخر التكريم فان الشيء اللي سوف تلقاه جميل ورائع جدا. جميل جدا. طيب كابتن احمد، ما الذي ينقص الحكم اليمني من أجل أن يصل لمستوى الحكام العالميين؟ طبعا ينقص الحكم اليمني أول ما أنت عارف الظروف الآن اللي نمر فيها في البلاد، المسابقات، الثقافة التحكيمية لدى الحكم، اللياقة البدنية، أيضا اللغة الإنجليزية، وهذه الذي مربط الفرس. بالفعل صحيح.
أيضا ارتفاع المستوى الفني للمباريات والمسابقات الداخلية لدى البلد. إذا ارتفعت مستوى المسابقات ارتفع أداء الحكام، إذا ارتفع أداء الحكام ارتفعت الرياضة داخل البلد. لكن لو ما فيش مسابقات وما فيش أداء الحكام بيبقوا هادئين. حتى نلاحظ شحة في وجود الحكام اليمنيين، ما هو السبب رأيك؟ والله شحة الحكام اليمنيين الآن الوضع اللي نحن فيه، ابتعاد أكثرية الحكام عن التحكيم، عدم وجود حكام يسموهم فلتات، يعني فلتة، يعني حكم يكون فلتة، يعني متمدد متمكن فاهم، عنده القوة وعنده السيطرة وعنده الفهم التكتيكي والتكنيكي للحكام. أشياء كثيرة ينقص الحكم اليمني في هذا الجانب. أيضا الفهم العام للتحكيم الآن أصبح فهم آخر، التحكيم تطور كبير جدا، أصبح علم بحد ذاته الآن. لو أنتم لاحظتوا الآن خلال السنتين هذه كم حدثت من تعديلات في قانون كرة القدم، حتى الآن أنتم مش ملاحقين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام على التعديلات الجديدة اللي تحصل في قانون كرة القدم. كيف هذه الدول المتقدمة في هذا الشيء، وكيف نحن في الدول المتأخرة كيف نصل للدول المتقدمة؟ طيب، وبالتالي كابتن أحمد، من أجل أن يرتفع نسق الحكام اليمنيين أو حتى من أجل أن يظهر حكام فلتات كما أسميتهم، لابد من وجود دورات تدريبية للحكم اليمني داخل الوطن أو خارجه، هل هناك هذه الدورات أو اهتمام حتى من قبل الجهات المعنية؟ فعلا في قصور، في قصور في عملية التأهيل للحكام، يعني ومتابعة استمراريتهم وتأهيلهم في التطوير، يعني في قصور في هذا الشيء لدينا. الشيء نحن لنا 5 سنوات الآن متوقفين. خلال 5 سنوات أقيمت لنا دورة خارجية في 2019 بعدد 20 حكم. هي هذه الدورة الوحيدة التي قدر الاتحاد أن ينظمها ويرتبها ترتيب جيد وممتاز تحت محاضرين سويين لمدة أسبوعين هناك. أعتقد في مثل هذه الدورات، مثل هذه الدورات الخارجية، أو تعيد الحكم هيبته، تعيد الحكم أنه فيه اهتمام، في تطور في هذا. صحيح. هذا طيب. مع هذا كله لابد من الحكام أن يقيموا لهم مباريات لهم في الدول الشقيقة. وهذه مهمة الاتحاد ومهمة وزارة الشباب، مهمة الاتحاد الرياضي اليمني. طيب، هل هناك رسالة أخيرة تود توجيهها في نهاية هذا اللقاء كابتن أحمد، ولمن؟ والله في الحقيقة أحب أن أشكركم على هذا اللقاء في على قناة المهرية. أحب أن أتفضل لكم بجزيل الشكر والتقدير، وأحب أن أقول للحكم لا تيأس، المستقبل إن شاء الله يكون أفضل وأحسن، وأن والجماهير الرياضية أيضا لنا نتمنى منهم أن يصبروا على الحكام، لأن الحكام بناؤه صعب جدا، وخاصة لما يكون حكم ذا مستوى عالي، وهذا فيه يحتاج إلى إعداد وسنوات تأهيلية وتدريب وحتى يصل إلى أعلى مستوى. نحن ممكن في لحظة واحدة أو جمهور أو متعصب أو شيء يفقد نحن هذا الحكم اللي له سنين سنوات يتم إعداده لإدارة مباريات. بالفعل، أنا أشكرك جزيل الشكر، ونحن فخورون جدا بكابتن أحمد الحكم الدولي اليمني، حدثتنا من العاصمة صنعاء، شكرا جزيلا لك.